في برنامج لباس على قناة التاسعة. شكرا على حسن المتابعة، فرحان برشا باش نكون معاكم في موسم جديد، الموسم 12 لباس ولكن في شكل جديد باش نكتشفوه بشوية بشوية. شكرا على متابعتكم، شكرا على وفائكم، تو نكتشفوا البرنامج هذا اللي والحمد لله عام سنة مانيش باش يكون وحدي، عندي زوز ضيوف، زوز أعضاء في البرنامج هذا باش ينوروني. سعيد برشا باستقباله وسعيد برشا أنه باش يكون ضيفي اليوم، وكل يوم باش يكون كرونيكور معانا في لاباس، باش يكون مع لي عشرة معاها مريم بن ميمي. نستقبل ساعة مريم بن ميمي، مرحبا نحويلك ومن تو. كان مش تحضر حلقتين وتقول لي بعد ما لقيتش روحي وتبطل، لا كمل الموسم. نكمل الموسم، ما عندي حتى مشكل، اما شويه نظام وشويه. وانا جيت علاش جيت معك انت؟ خاطر متاكده اللي معك انت سافايتر. تطلب النظام طلبت برشا في تونس، هذه مش مشكل. نحب تصفيقه كبيره، محمد الماطري سميده. ساعه اول حاجه شكرا لانك قبلت تكون الكرونيكور معايا. وبارك الله فيك، وانا نشكرك لانك استدعيتني. وكنت في منتهى الوفاء للصحافه المكتوبه، وهذاك الشيء اللي خلاني نجيك وقبلت الوفاء نتاعك بوفاء اكبر. يعطيك الصحه. نحب ساعه نشكر السيده سعيده العامري رئيس مدير عام دار الانوار أكيد. والشروق على قبولها باش انت تكون معانا. انت نجم من نجوم دار الانوار، بارك الله فيك. تحيه لجريده الانوار، ان شاء الله يا ربي ترجع والشروق، وانا نقدرها برشا وفيها عمالقه وصحفيين كانوا، دونك شكرا لهم وشكرا ليك باش تكون فيها تجربه جديده. صحيح، صعبه غريبه. صعبه غريبه لانه اول برنامج نقدته هو لباس. تلقاني اليوم في لباس، مش عارف انا ايش حطيت لها. جبتني لباس واضح. يلا هاو جاي الدنيا وجاي الحكايات، وحذاري مني بجنبك مريم بن ميمي، راهي صريحه جدا. لا والله فما مريم، حتى مريم من نقدتها ولكن نقدني سبني. نقد نسميه نقد، راهو يا مريم النقد البناء، هو النقد البناء. بربي هذه نتعلموا، وما معنى بناء؟ نهدموا كل شيء ونعاودوا نبنيه، هذاك هو النقد. صارت هدمني باش تقول لي بناء، هذاك هو النقد. حتى يا جوره يعني انت خلي يا جوره، خلينا شويه. اما يا نوفل، راهو الشكر ماهوش نقد بناء، والمجامله ماهيش نقد بناء. واضح واضح، يعطيك الصحه. انت صحفي نزيه وحقاني، وبرشا قراء والاف القراء اللي يحبوك يحترموك. يلا دونك في كل مره يجيو زوز ضيوف ونكملوا معاهم، يكون نقاش باش نحكيو على برشا مواضيع وبرشا حكايات. سعيد جدا باش نستقبلوه في الحلقه الاولى، تصفيقه كبيره على نزار الشعري. مرحبا سي نزار. رئيس حركه قرطاج الجديده، منورنا. فضلك عايش. مرحبا بك. نزار الشعري لا تحتاج انك تبرر عليه تستضيفه، كل جمعه عنده حكايه. مش لهالدرجه. ومعاك سي نزار فما ضيف كانه يتبع فيك باسلوب تكنولوجي اكثر. فوالا تصفيقه كبيره على علوان العواني. مرحبا بك سي علوان. اكسبير ماركتينغ ديجيتال. بالضبط، اقوى اكسبير في تونس. بالضبط، قلبها الدنيا. قلبها الدنيا. وباش نشوفوا التجربه هذه، عندنا تجربه عريقه بدا بالصحافه، ثم بدا يطور 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 لين قلب. عرف وقتاش يستقيل، عرف وقتاش يبطل، عرف وقتاش يبدل. وتجربه جديده تستغل في التكنولوجيا ومنقسمه الانترنت عليها. بالحق بجديه يحب يوصل ولا جوست يفدلك ولا غيره؟ هل تفدليك عامله باش يخلط بيه ولا لا؟ ما نعرفش. ما نعرفش انطباعاتكم الاوليه، تو نحكيو عليه بعد شويه. باش نحكيو على برشا اكتواليتي، باش نحكيو على برشا احداث، باش نشوفوا اش فما في الجرايد، اش فما تصريحات. مثلا حكينا برشا على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم والماتش مع البرازيل اللي برشا قالوا خيبة امل. معناتها تفرجت؟ لا مالوغوزمون انا والفوت سافي دو، ما نعرفش فوالا. وحاجه اخرى سافي دو باش نقولها لك، وسامحني ما تجيش في عقل الاولى. يا اخي اش بك تجين؟ خايبه هكا بتجين؟
اخزر الناس الكل كذا وانت تجي. اسمع انا جو بار دو برانسيب شاكان ليبر دو فار سكي فو تجي نقطع في ليسونس دو تارتيان نتاعي هكا. الحمد لله. اسمع نوفل فديت من الروب جو منفو من النوار عجنب ومن من الشعر من شنو من الحناك المنفوخه من الفوسيل كريش من الشعر اللي من عشان فديت جوني مار ساي جون بو بلو ساي جون بو بلو جي انفي دات ناتشورال نحب نطلع. جو اخر الحصه نص ساعه بسببك انت خاطر في بالي باش من السته تمشي الماكيوز وتجي حاضره عطلت ما نص ساعة في المكياج. نص ساعة. تلاقي ليه ما هو. هي معناتها أنت تمكيج هنا. معناتها تلفزة آلام شوية أن بو لو مكياج بيان سور ما نجمش نطلع ناتيري الخلاخر فهمت لازمني هكا شوية واحدة ما بون. مي جو سوي بور لا توا لا سامبليسيتي فرونشمون. باهي البنانة اللي ترمات أثرت على صورة تونس في ماتش. أكيد أثرت برشا. يلزم جمهورنا يتعلم يحترم الفريق المنافس. وأي فريق باش يلعب الجمهور يكون واجهه يكون صوره لا امينه راني كنت حاضر جمهورنا كان مثالي راه كان مثالي هذا التصوير كان مثالي راه ثم انت تحب البرازيل وهذا فريق انت تحبه وتعشقه علاش تسفس فيه وانت حاط روحك باش تربحه ما تنجمش تربحه لا اما راهو تصدق نزار وعلمين راهو احنا داخلين وفي وسطنا البرازيليين مثلا 1000 تونسي في وسطهم 200 برازيلي والبرازيل التماركي يقوموا يشطحوا كذا وانضباط لا واحد كلام الاخر معناتها انا خفت انه علوان البنانه فسدت الصوره ما احلاها نتاع هو ككومبورتمون هي بنانه واحده معناها شخص واحد ما نجمش يمثل في 40000 الكل بالضبط اما زاد صحيح هي الكومبورتمون خايب لكنه عاون انديريكتومون باش تونس زاد اسمها قعد في الترانت بيريود كبيره معناها برشا صحفيين لا برشا صحفيين برشا مجلات البرا قعدت تحكي على حكايه شنو هو الغالط هو انه ما فماش كوميونيكاسيون من عندها هذه فنيتو احكي عليا حتى كانت تسبني لا لا مش لا هذه احكي عليا البوز عندها قواعدها بروفيسيونيلمون دونك فما حاجات ما نمسوهاش وساعات تتعدى بقنطره باش توصل ميساج معين دونك انت معناتها تخرج تونس بالايماج هذيك ماهيش تونس ما خرجتش بالايماج هذيك خاطر اي شخص يعرف انه شخص واحد ما يمثلش بوبيلاسيون كامل فسدت ليماج البنانه ولا انا اعتقد انه ما فسدتش اي وانا موافق شويه على الوان في انه البوز سي دي بوز احكي بالباهي بالخايب احكي مش مشكله اما الفكره انه لو كان عنده كسكروت بالتي راهو طيشه نهارتها ممكن معنى البنانة احنا ما نفهموهاش كما فهموها الملعبية في فرنسا ولا الملعبية في بلايس اخرى ولكن في النهاية ستامبوس اتعدى هاي هي تركزوا على الجاي جاي كاس عالم مش نلعبوا مع فرنسا في كاس العالم مش نلعبوا مع الدنمارك اون سو كونسونتر على الجاي البنانة سي حكاية وفات انا نعتقد مش تونسي اللي رمى البنانة وهبطنا عملنا تحقيق شكون اللي رمى البنانة شوفوا مع بعض تعرفش شكون رمى البنانة في ماتش تونس والبرازيل؟ إيه ما أنا حاضرين نيمار من نيمار مش يوصلها الجلال القادر تحلو الصبر في ماتش تونس والبرازيل والله صارت فاز أنا وتحومتي واحد فرنساوي والكل جاي يتفرج في الميتون شو الفرنساوي كي حل كعبة بنانة طيشها فصل الفيراج وتحومتي مثقف عاد علي هز القشرة بتاع البنانة رميها فصل الستاد الداخل تعرفش شكون رمى قشرة البنان في ماتش برازيل وتونس؟ أنا أنت والله أنا وعلاش رميتها؟ قلقة تونس خاسرة كتشوف إيوا عادي خاسرة لواش ترمي فيها؟ إي أنا نحب نطيح نيمار كيكا يجي منه يماركي علينا تعرف شكون رمى البنان في ماتش برازيل وتونس؟ نورمال مهم معناتها واحد من الجمهور أنا متصور مش متأكد بالضبط تعرفش شكون رمى كعبة البنان في ماتش تونس والبرازيل؟ اي نعرف ما عبو رموسي ماتش البرازيل وتونس بالطبيعه الغنوشي في شرميها البنانة اي والله احنا من غير فضايح ما نعرف ولد حومتنا دربوكا ان شاء الله ربي يخلص واحد في الطليان هو تو طايح تي غلطه ويفدلك هو بالله ما تكبشوش برشا وستر الله ديجا هذا تسريب من جروب الجامعه في الفيسبوك حكيوا في الموضوع شوفوا معنا
تو باش نبداو نحكيو على نزار الشعري، البوليميك الاخرى اللي عملها، وباش نحكيو شويه على السياسه. في برنامج الدوامه على اي اف ام قال جمله شهيره: يتسيبوا تعدد الزوجات يتخليوا العبيد تصاحب. شنو تقترحوا؟ نسألوا شويه يجاوبني ولا تعطيوا ارائكم من الاول؟ بربي ايسي دو نو زونكادري خاطر باش نوليو دي سوفاج تو. نورمال ياسر نطلع فوق الطاوله. خبيري انا باش نقطر مطرح حللتي غشت عديتها يا مطرح. يعني تعدد الزوجات اللي هي فكره قديمه وقطعنا معاها، شنو اللي يخلي واحد متطور حداثي فكري كذا كي نزار شعري يقول هكا؟ نفضل سؤال مصط على الاخر، صدمك تصريحك لنزار ولا لا؟ استغربت من الفكره، مش صدمك ولا استغربت من الفكره. استغربت من الفكره على خاطر المشكله موجوده، الحل هو اللي نشوفه فيه يتناسب مع شعبنا ولا ما يتناسبش. برشا قالوا جاتنا ديسيبسيون من نزار. معناتها مهما كنت معاه ولا ضد، ولا انه نزار شاد ثنيه معينه، علاش يقول هكا؟ أنا حسب رأيي نوفل نزار عنده برشا أفكار باهية، لكن في الحاجة هذه يظهر لي حب يتعامل بطريقة تخالف تعرف. صدم الناس، كسب شعبية، الناس ولات تحكي عليه، استعمل معنى كسب شعبية؟ معناها شعبية أخرى ما كانش منتظر. يصحبوا يكسب شعبية شكون؟ شعبية اللي يحبوا يصحبوا، فهمت؟ اللي هما؟ برشا الرجال الكل نتاع تونس الكل يحبوا يصاحبوا. مش الكل، فهمت؟ مش الكل. نسبة كبيرة معناها، والله نسبة كبيرة، هما في القعدات الخاصة يحكيوا في الأمور هذه. شنو الرجال الكل؟ أنت تبعهم؟ لا مش تبعهم، أنا عيب عليك. تعملي مش أنت تعملي اسمع. قال الرجال الكل تفزع في الراس. يعني يحب يعمل لي مشكلة من أول حلقة. قلت لي لحظة هاو قلت لي الرجال الكل يعني 100%. بنسبة كبيرة معناها، بنسبة الغالبية نتاع الرجال. لكن المواضيع اللي يطرح فيها هي مطروحة في المقاهي، في القعدات الخاصة، في البلاتوات إلى آخره. أنا ما نظنش اللي ربح شعبية من طرف الرجال كي نزار شعري عمل التصريح هذا، على خاطر هو ها باش نقول لك علاش، خاطر هو راجل توا ينغيف با جواندغ لي دوبو، اقتصاديا ايكونوميكمون بارلون، الراجل اليوم ماهوش خالط باش بور كي ساتيسفاس جوست اون فام، بور كون سوا كلير، معناتها اليوم المرأة التونسية ناقصة برشا حاجة اقتصاديا نقولها ايكونوميكمون بارلون، قلت لا بالحق بالحق ما خلطش مكتوب وما عادش ما عادش مززين. ما تشدش ضحكتك كده. انا كنت نحكي له والله ما عملت دراسه، انا كنت نحكي له بكري عملت دراسه انه اسباب مشاكلنا الكل الاقتصاديه والاجتماعيه والرياضيه شنو هي؟ الزواج في بيوتنا، تبدا المشاكل هذه من بيوتنا. اي كمل تراه مريم. كيفاش الزواج ساعة من بيوتنا؟ كيما كنت خلى عليه بحاجه اخرى. كيما كنت الموضوع مريم كيما يكونش مستقر الزواج وما ثمش محبه وما ثمش عائله مستقره، هذا شنو ينعكس على المجتمع معناها؟ وفات تيجي نقول لك حاجه في الحياه الزوجيه، انا جو سوي بور باش كل واحد يفي دي زيفور، كل واحد يعمل مجهود من طرفه، عمره ما كان الحب راه مستمر ومستقر وتسكت شو فو، كان تحب تحل معناتها الباب نتاع وفي الحب وفي من عشرة، فما حاجات راه كي سانستال بعد ما تقولوا في الحب، فما عشره، فما برشا حاجات اللي يخليوك العبد هذاك المراه هذيك ولا الراجل هذاك ما تنجمش تاذيه ولا ما تنجمش تاذيها والا ولا، فما برشا حاجات كي سو كونستخويز معناتها او فيت او فور زور دون لو كوبل، فهمت؟ اما باش تقول لي معناتها ما عادش عاجبني جو في الي فواغ ايوغ، سامحني معناتها سي با اون ريزون، انا نطلق ونمشي على روحي، كان انا جو سوي انكابابل دو فيغ دي زيفور، وكان انا معناتها انكابابل. تسويق زاد للايماج نتاع الكوبل التونسي الناجح، احنا كل واحد فينا يعرف دي كوبل ناجح. ما فماش كوبل ناجح راه ما غير من دي او اي دي بار، فما دي كوبل كي ريزيست راه في بارتي من الكوبل انا يعرف فما دي كوبل ناجح، فما يقاوم فما اللي يقاوم فما دي كوبل ناجحين، خاطر كل تعميم لا 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 اسمعني اسمع انا نعرف برشا عباد وانت تعرفهم زاد نزار من لونتوراج من لونتوراج نتاعي وخارج لونتوراج نتاعي تشوفوا اي بارفي اليوم باغ اكزومبل تشوف على الانستغرام وتشوف في لي ريزو سوسيو فلان مع فلان حب ويعمل لها عيد ميلاد يدوق ويعمل لها في شيء مش نورمال تقول واو ما احلاهم قد يحبها وقد يحترمها وقد يجمعها من غدوه
يهبط يهبط تهبط اون انفورماسيون تليق واحد وتلقاها هي داخله في جايه في بلاتو نتاع التلفزه تسب فيه وهو يسب فيها من غادي واللي كانوا هكا قلوب وكانوا من عشان تيزي قاعدين نتنافقوا في تونس ما فماش ما فماش تيزي حتى على ما فماش مانيش متعرف نساندها في حاجه تساندها تساندها ولا باش تساندها علاش سيد المخرج المدخل تبعها اسمعني من خلال تجربتي ومكتبت ما فماش فن الحياه ما ثمش في تونس فن الحياة وجمال الحياة وفن المعاملة ما ثمش هذا هي ثقافة راهو ديما نحثوا عليه سؤال كل تعميم خاطئ فما يعني أنا موجود على عندك انستغرام والله عملت ونسيت المود باس وما نعرفش نستعمل علاش نفهم الحي تحكي لك تهبي الرشاوي في اللايف لا لو كان باش نشكر تاع به هاجر ادريس نقدتك بطريقه لاذعه نشوفوا اكستري بعثت لك فيديو صغيره خاطر شخص نتشوي الامور تقول لك نزار جد انت جاي تنظر علينا هاي عيشها الحكايه ترى وان بليس قالوا نصوحبوا من الاذكر لانثى لذكر ما تخلطها دخلها بعضها الحكايه ونزار تو يجاوبنا تجيك بنتك سامحني جبت لك بنتك على خاطر انت تعبث بمصير بناتنا وبنتي وكنا نحس روحنا كونسيرنين تجيك بنتك لا يقدر وتقول لك يا بابا راهو الراجل نحب نعرس بيه عنده دو فام ديجا ولا اون سول فام شنو الاجابه نتاعك نعم ام لا دونك نزار الشعري حكينا عليه ياسر خليه يحكي مريم مطران قصوا عليها انتم ماما باهي علوان انت خليك اصحاب معاه قالت لك جبت نسيت تونس نجبد لك بنتك تقبل بنتك تعرس تكون المراه الثانيه ولا المراه الثالثه انا نشكر الحقيقه هاجر ادريس وكيفها برشا وخاصه هاجر على خاطر هاجر كانت من المساهمين في الحديث المجتمعي يعني هاجر عملت زوز ولا ثلاثة إذاعات على الموضوع عملت قناة تلفزية خرجت في برشا بلايص ما شاء الله يعني خدمة خارقة للعادة ساهمت في أنه الحديث ولو أنه ضد الكلام اللي يقول فيه لكن أنا كلامي صواب يحتمل الخطأ وكلامها خطأ يحتمل الصواب شنو هو اللي قلقني في طريقة التعاطي نتاع هاجر أنها جبدت لي المدام وبنتي يعني أنا اقترحت موضوع للنقاش رأي ناقش الرأي ما تناقش حياتي الخاصة يعني أنا كنت نجي نجب بار اكزامبل نمشي نعمل على كل بلاتو عملته هي رد ونقول إيش تحب هذه هاجر ادريس معرسة ولا مطلقة طلقت على خاطر هي مصحبة على رجلها ولا على خاطر رجلها مصحبة عليها أنا ما نقولوش الكلام هذا من حقك من حقك لا 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 على خاطر يلزم وقت ننقد الفكرة ما نقدش الشخص أنا ما فقدتهاش مش نقول لهاش هو قال هاجر هاجر صديقتي العزيزة ما قالش كل التربية قال قلقني هي اللي جبدت امي جبدت مرتي وبنتي هيك جبدت مرتي وبنتي ما عاد جبدته حاجه عاديه كان نساء كان نساء تونسيات باديتو على خاطر هي الفو مانتيميدي لا خليني نفسر لك حاجه ميكو توا تو ميت دون لو تروك ديزولي سي تو بلي جو با كوتي سا انا مش نفسر لك خليني نفسر اختنا هاجر عمناول بنتها مثلا شاركت في مسلسل تونسي معروف وهي عملت ضجة على الفيسبوك وهي تعنق في السيد المخرج والسيد الواحد وبارك الله فيك اللي اعطيت فرصة لبنتي باش تشارك في هالمسلسل ويكون عندها فرصة للظهور تعرفش المسلسل هذا على شنو يحكي نعرف يحكي على تعدد الزوجات المبادئ لا تتجزأ أنا اليوم مع أنه إذا مشينا في المونوغامي يلزمنا نواصلوا جوسكوبو مثلا البلدان اللي اختارت المونوغامي كما القانون التونسي ما عادش عندها حاجة اسمها الزنا ما عادش عندها حاجه اسمها الزواج على غير الصياغه القانونيه. شكون البلدان اللي اختاروا المونوغامي وما فيهمش زنا؟ انا ما كيفاش مثلا انت اليوم خديت على القانون الفرنساوي، الفرنساوي سافي دي زاني دي زاني مثلا ما عندهمش حاجه اسمها ادولتي، اتنحات الموضوع. يعني الجريمه الزنا ما يدخلوش الحبس في فرنسا. اي. اش معناها؟ معناتها انت اليوم 82 وقت احنا نجيو نحكيو ونقولوا احنا مشينا في المونوغامي حتى الزنا ما يدخلش الحبس وين ساعه في الحبس استاذ هذيك من 6 اشهر وخمس سنين انا جاي نجي نقول لك حاجه ريت لي بروف ساعه باش تولي الراجل شكي شنو اذا المراه شكي يا ودي ما تدخلش الحبس لازم فيها قوانين الزنا مش لازم خيط يتعدى بيناتهم ولازم انا شنو لازم شهيد ولازم يشدوك في لاغران ديني ديلي يا سيدي بغض النظر على هذا ما عباره عنه باليات التلبس موضوع اخر انا نحكي لك اليوم استاذه رجاء انه القانون التونسي تم حاجه ما صافيك يا سيدي شوف تم خلط في المفاهيم يلزمنا نخرجوا منه
والخلطر في المفاهيم شنو؟ انه ثم اشكاليات في المجتمع التونسي مبنيه على حاجه مهمه هي الحياه الجنسيه اللي عندنا فيها مشكله كبيره في تونس، وعندنا مشكله، المشكله هذه قاعده تاثر في الفروستراسيون، في العنف، في برشا حاجات. لكن احنا نرفض انه نواجه رواحنا ونرفض انه نحكيه في الموضوع. انا ما قلتش هات نرجعوا تعدد الزوجات، وما قلتش هات نمشيوا للتصحيح، قلت هات يا مجتمع يا تونسي نحكيوا في الموضوع باش نفهم رواحنا، احنا شكون، احنا شنحبوا، وشنو ناخذوا من القرارات. يعني انا اليوم بار اكزومبل نعتقد انه من الحاجات اللي لازمها تصير انه نكون عندنا زواج واحد مدني، ان سول مارياج سيفيل، لكن في المقابل تنحي كل ما هو عقوبه جسديه في حكايه الزنا والادولتير، وتنحي حاجه اخرى مهمه اللي هي الزواج على غير الصياغ القانوني. علاش لو بوغ لارجون دو بوغ سي نورمال كنت كنشحال البوليغامي. نحب انه القانون يكون موجود وواضح، ولكن يعطي الفرصه للذكر مثله للانثى، لانه في عمليه الزواج وفي التصحيح ما ثماش كان الراجل، راه ثم الرجل والمرأة. شو المرأة ما عندها حق تعمل أربعة؟ ليه هو قال لك قلت لك ستون مونوغامي سيفيل واحد، أما نجموا يخونوا بعضهم هكا تقول. لا لا أولا حكاية الخيانة لهنا جاوبت عليها، جاوبت عليها. شوف مع أنه الخيانة موجودة وهي موجودة، وهي موجودة ومتخشية، اللي راجي مش باش يخوني. أولا قلت لك أنا خون ولا ما يخونك، ما قلت لكش هذا. أنا قلت لك اليوم يلزمنا نفهم رواحنا. اليوم اش قلت لك؟ يا امساكم بمعروف يا تسيب باحسان، حاجه سهله هذيك معروفه، هذيك سما استراتيجيه. هذا مش موجود في مجال الاحوال الشخصيه مثلا. من الاشياء اللي صعيبه اليوم في مجال الاحوال الشخصيه الطلاق بالتراضي. في البلدان اللي عامله طلاق بالتراضي امور واضحه، اش يصير؟ زوز من الناس اتفقنا باش نطلق، نمشي ونصحوا على ورقه عند عدل اشهاد وفي الموضوع انتهى. الطلاق بالتراضي في تونس يلزم وقت، صلح جلسه صلحيه اولى، جلسه صلحيه ثانيه، وهنا اجلنا هنا كذا، تنجم توصل لثلاثه سنوات واحنا متفقين باش نطلقوا. اليوم صعوبه الخروج من مؤسسه الزواج قاعد يمثل في عائق كبير، خاصه قدام الذكور انهم يدخلوا مؤسسه الزواج. اليوم في تونس الذكر يعرس اون مويان 35 عام، والانثى تعرس 29.4 سنه. بس كي با لي مويان، ماهيش حكايه دي مويان. سي سي تي كيسيون دو مويان. اليوم دايور هاو سي تي كيسيون سي دو مويان. عدد كبير من الطلبه موجودين في الجامعات ومعرسين عرفي. لو كان سيتي اون كيسيون دو مويان راهم ما عرسوش عرفي. زوجت بها عرفي على خاطر امها تطلب ياسر وابوها يطلب ياسر، علاش زوجت بها عرفي؟ اذا اليوم يا مريم اختي اليوم انت تحب تقنعني، انت تحلي في باشا بيبان يا نزار. انا نحل في البيبان اللي لازمها تتحل. اليوم المجتمع التونسي الي ديفون ان بلوكاج، يلزم اون كومبرون ليدونتيتي نتاعنا، ويلزمنا نتسائلوا بحوار هادئ، وخاصة ما فيش تهجم على الشخص. عندك الحق، قلت نزار يحل بيبان. نزار علاش مش من الاول قلت انا ضد تجريم العلاقات خارج اطار الزواج؟ هذا هو بمعنى اللي يقول ما تحبش هذا هو الموضوع. اولا هنا الكلام هذا قلته ترجع لبرنامج الاختيار، تلقى انا ضد تجريم كل العلاقات الجنسيه خارج اطار الزواج ما لم تكن اغتصابا او تعدي على قاسه، حتى حدمت لها به الموضوع. وقت قلت انا مع تعدد الزوجات، سبحان الله تونس الكل ولات معناتها بورقيبيه سلفيه. لحظه، ومن بعد وقت اللي قلت معناتها تعمل زوجات وكذا، معناتها كنت تعمل في الشو، كنت انا ديما نعمل في الشو، ماكش تقول في الحقيقه. انا اليوم سامحني كنت قاعد نطرح في اشكاليه. لا ولكن ايه؟ طرحتها بطريقه سامحني في الفيرب ما لقيتش، كنت بين ظفرين تكذب علينا. لا انا مش عليك هذيك. انا اولا اليوم انا قلت لك انا مع تعدد الزوجات او مع انك تسيبني نصح. ما معنى هذا؟ معنى يلزمنا نتناقش ونلقاو حل، وقلت لك الحل اليوم شنو هو؟ الحل واضح، الحل راهو كي نحيو التجريم مش معناتها نسيبك تصوحب. تسيبني صوحب سي نوفل، يلزم الحكايه الفارغه نتاعك، عايش خويا وخليني تبدا فاهم روحك، انه في واحد نحيت التجريم معناتها شنو المانع اني نصح؟ ولا شنو المانع انه المراه تصح؟ إيه ولكن انا معرس مش من حقي نصحب حتى اخلاقيا. ولكن انت تصحب شنو نعمل لك؟ انت معناتها مش كنوفل يعني. اي لا نعرف اي لا نقصد اي معناتها اليوم ما تخليناش نزدوا المخبل في كبه عايش خويا. وهاي قالت الاستاذه مريم الحاضره امامنا لهنا، رانا نعرفوا براتيكمون كل شيء. يعني اذا تحبوا نجبدوا الاشخاص راهي تولي مشكله، لكن خلينا نحكيوا في نقاش نورمال. لا 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 ولكن خلينا نناقشوا لو سمحتوا من الاراء. كيفاش تبني على اخطاء؟ معناتها كيفاش تحب تبني قانون على خاطر نورمال واحد يصحب على مراته؟ اولا القانون خطا انه واحد لحظه القانون انه مراه تصحب على رجلها ورجل يصحب على مرته، هل
هذا خطأ بالمعنى القانوني بالمعنى الشرعي بالمعنى الأخلاقي. اسمعني نجيب على السؤال باللي رأيك أنا مش نجاوب. هل هذا خطأ؟ أنا مش نجاوب. ما باش تجيو بالضبط. هل هذا خطأ أنه واحد صعب على مرته ولا مرة صعب على رجل؟ بالقانون التونسي خطأ وبالأخلاق بالأخلاق بيان سور خطأ، ولكن وهنا الاتفاق اللي يزمو يصير. اليوم الاشكال انك تجم تصوحب يشدك راجلك ولا تشدك مرتك تقول لك يا سيدي انا ما يساعدنيش الوضعيه هذيا، هيا نخرجوا باحساب نطلقوا. لكن في تونس باش يصير بالقانون خطا بالاخلاق خطا بالدين خطا، علاش تحب تبدل هذا؟ لا انا ما نحبش نبدل، انا ما نحبش نبدل، انا نحب نلقى الحل. وحسب نزار الشعري خطا ام لا؟ انسى نزار الشعري، سيبك من نزار الشعري رجاء. ضيفي ضيفك على عيني وراسي، وانا ضيفك قلت لك سيبك من نزار الشعري، خلينا نحكيه في الراي. الراي هو اليوم تونس فيها إشكال واضح يلزمنا نلقاوه. الإشكال يا أما القانون يلقى حل باش الناس تبدأ تعيش سعيدة، وهي أنه ما عادش يدخل لا في الجانب الأخلاقي ولا في الجانب الديني. إش تعمل في فرشك؟ إش تعمل في بيتك وهي مسكر عليك؟ سي تا في بريفي، وانا نحب الاحترام نتاع لا في بريفي. ولكن انا ما نجمش كقانون يا نزار ما تنساش، يعني انا نخلي المراه التونسيه راقده في دارها ورجلها يقول لها هاني نخدم، وهو مع امراه اخرى وما يحاسبوا حد. لا انا ما قلتلكش ما يحاسبوا حد، انا قلت لك نهارت اللي ما تفيقش بيه ما فقتش بيه. 90% من النساء والرجال ما يفيقوش. ما هواش مشكلتك انت كقانون اليوم، ما هواش مشكله المجتمع والجماعه الكل في العلن ليست كجماعه الكل في السر. القانون يزيد من النفاق تعمل باش يحافظ على الاسره التونسيه. القانون ماهوش قاعد يحافظ على الاسره التونسيه، والدليل انه زوج الزواجات في العام على اربعه قاعدين ينتهيوا بطلاق، وانه عدد كبير من الاكبر بنسبه ثاني اكبر عنوسه في العالم العربي هي في تونس. يعني اذا لو كان اللي تقول فيه صحيح رانا ما وصلناش للنتائج الكارثيه. اليوم القانون هذا دمر الاسره التونسيه، وانا مانيش قاعد نقول نرجع لتعدد الزوجات، ماهوش هذا الهدف يا مريم. انا نقول فقط يلزم اليوم نقابلوا رواحنا في المرايه ونحبوا نعرفوا احنا شكون ونلقاو حلول قانونيه حقيقيه. القانون سي لو لوجيسيال كيفي مارشي لا سوسيتي. اللوجيسيال يلزمو ابجريدينغ. لو كان بورقيبه الله يرحمه كان حي راهو عمل لي زابجريدينغ نيسيسير في قانون مجال التحول الشخصي. باش نسمع رايكم بسرعه، نحب نبدا بعلوان ما توقعش خاطر باش نساله في رايه. رايي في شنو؟ بقى هاكا بقى شنو رايك في شنو؟ تيك توك. رايك في السردينه غاليه؟ شو معرس ولا مش معرس؟ مش معرس، خليه يعرس قبل حتى يفهم الدنيا، خليه يدخل دنيا. رايك في اللي كان يقولوا نزار؟ قال برشا حاجات نزار. انا قل له صراحه خوينا احنا عندنا مشكله نتاع اخلاق. كانك انت معانا وماكش تسمع فينا. انا اسمع فيكم. حصه ممله وما يمشي يشاهدنا. لا 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 بالعكس تو يشاهدونا برشا عباد. الخيانه برشا عباد تولي ما عادش يعاقب عليها القانون. مرتي تخوني كيما تحب وانا نخونها كيما نحب، كان فقنا ببعضنا نطلقوا، ما فقناش هانا عايشين. ها انا ضد كومبليتمون الحاجات هذيا على خاطر باش تعمل مشاكل اخلاقيه اكبر برشا، اما مع انه يلزمنا نلقاو حل، يلزمنا نلقاو حل. الحل واضح وسريع يا نوفل من غير ما نطلعوا نطلعوا من ساعه. نبداو بمطران توا باش يعطي رايه ثم مريم تفضل. مطران في المعنى هذا تفضل. الخيانه هي جريمه في نهايه الامر، وجريمه يعاقب عليها القانون. هو يحب ينحي العقوبة. لا جريمة تسبق جريمة، سينو الشعب عندك مش واعي مش مثقف. ثم أنا نحب نسأل ما معنى نزار. مش واعي مش مثقف؟ مش واعي في برشا أمور، مش واعي يلزمك تثقفوا. أنا نحب نسأل نزار زوز أسئلة، علاش تجبد في موضوع هو مش مطروح، ما عادش مطروح في تونس. عندنا دستور، عندنا مجله الاحوال الشخصيه، الناس كل الغالبيه العظمى يقول لك انا حتسان قد عائلتي باش ناخذ اربع نساء. كانك انت تدعو الناس هذوما الاغنياء باش يتزوجوا اربعه او يعملوا كذا وكذا، لانه مش في متناولنا انه باش نتزوجوا اربع نساء. ولا عيشوا بمرض، عيشوا كما تحبوا. حاجه اخرى نزار، سالوك وقت سالتك الاستاذه اللي في الناشطه، ما يلزمكش تتغشش خاطر هي تطرح مرتك شنو قالت لك، وانت تسمح لبنتك باش تتزوج تكون المراه الثانيه ولا الثالثه، رغم ان ام كلثوم كانت المراه الثانيه في حياه زوجها. معنا نجم نجاوب؟ استنى تو نحكيو عليها. هي تزوجت اصلا؟ تزوجت مالها؟ والثانيه الثانية. نجم نجاوب؟ اي اما الامور الشخصيه اللي تتهرب منها وتهربت منها. لا انا ما نتهربش من الامور الشخصيه، لكن مش هذا موضوعنا. الموضوع الاول انه الموضوع مطروح عكس ما تقولوا سي مطران، الموضوع مطروح بشكل كبير كما شفنا في المسلسل نتاع رمضان اللي فات حكايه الزواج اللي تعرض لنقد. كيف شفنا كيف حكايه الممثله المشهوره اللي في حاله زنا ولات مشكله وطنيه، كيف شفنا حكايه الدزيري اللي واخذ زوز فردنها. اذا الموضوع مطروح، اما احنا نخافوا نحكيوا فيه.
فلنكن عندنا الشجاعة باش نحكيو فيه. مش نجاوبك على الجانب الشخصي، خليني نخليك معناتها تقر عينا. زوجتي الكريمة مسلمة عليك وسألتها السؤال قبل ما نجي، قالت لك انه أي حاجة سياسيين زوجتي الكريمة تسلم عليك فيها أي حاجة فيها تثبيت لمبدأ الحرية الشخصية أنا معها. بالنسبة لبنتي أنا نعطيها حريتها الشخصية في أنها تختار شريك حياتها، حتى لو كانت تكون الثانية أو الثالثة أولا، وثانيا الرسول صلى الله عليه وسلم كان متزوج عديد النساء، لكن نهار اللي زوج بنته أكد على سي علي رضي الله عنه أنه تكون أكيد. الوحيدة في أكيد. في هذا الزواج. إذن هذه أمور شخصية يعني تتحل بالشخصي، العام يتناقش في العام. لو أنت تفيق بشريكك يخون فيك تطلقوا ولا ماذا بيك تدخلوا الحبس؟ سؤال شكون هذا؟ ليكم الكل. انا نطلقوا بيان سور يا با فوتو، نطلقوا لا ما ندخلوش حبس. علاش ندخلوا حبس؟ الحبوسات اليوم معبين بار شباب 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 رجع اليوم مريم بليلة مريم مريم فيق لي شوي. لا فيق انت هاك مع نزار بالضبط. لا مانيش مع نزار بالضبط. لا يقول نزار اي ما هوني انا مانيش موافقته في برشا حاجات، اما في الاخر في الاخر اون سوجوان سور با مال دو شوز. انت هاو صحار هذا الحبوسات تعبت. لا ما نحبش ندخل الحبس، والحبس واحد ما يتمناه لحتى حد. واضح لا عاد ما تشوف بابا استنى حبس ميت من الحد تبلي خلي ما تدخلش في الحكاية. لا استنى دقيقة، والحبوسات معبين توا معبين الدولة لا تهمش. نكمل نكمل فكرتي عايش من فضلك، مانيش خمسة كلونيكوليز باش تقص هذيك العادة. دقيقة الكل باش نسألكم راهو نفس السؤال. دونك أنا نقول الحبس معبية بالحق معبية، معناتها الدولة الحبوسات يا مريم مش مدخلك في الحبس معبي توا الحبوسات جدد. اليوم أنا ضد، اليوم أنا ضد سيجارو نتاع زبلة يدخل الحبس، اليوم أنا ضد سيجارو زاد لا يدخل الحبس. انا ضد كونه زاني ولا زانيه يدخلوا الحبس. وي 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 تفضل سي لحظه انضم القرطاج الجديد انت وامورك واضحه. شوف لحظه لا لا سؤال تفضل سامحني ما تفضل. لو تتعرض للخيانه الطلاق او سجن وقضيه؟ الطلاق والابتعاد وترميم النفس باش ما تصيرش الواحد، ونبحث على الاسباب وانا مع القانون مع تطبيق القانون. انا قانونجي، الدول راهي تقدمت بالقانون ماهيش بالفوضى ماهيش بال هو يريد تغيير القانون. اي هو يريد امانه مع القانون. لا اما هو مع العقوبه البدنيه ولكن هو يريد تغيير القانون. هو ما قالش نخالف القانون، يريد تغييره. ديزون القانون ريفيزيتي فوالا ريفيزيتي كيما اي حاجه. لو جيت لو جيت معرس لحظه انا جايكم وتعرضت للخيانه الابتعاد من الابتعاد ونرفع قضية للسجن طلق ونشوف حياتي على خاطر ثقافة الانتقام هذه زادة ولت مشكلة. معناها الناس تحب ديما تنتقم تعيش على النار. معناها طلق وعيش حياتك. فما سبعة مليارات شخص به إذا الأسمع العار مش نقول جملة. لا مش نقول جملة. لا لا مش نقول جملة. تفضل نقول جملة مش نعطي حق السيد. الكلكم عندكم رأي نزار، شوف كل نزار كان عنده الشجاعة وعبر عليه قبلكم. شنو الكلكم راي نزار توا تقول فيها في الاوف هذه باش تقصها في المباشر. انت في المباشر توا الكلكم راي نزار احنا نحكيو على الخيانه يا استاذ. شنو ما انت باش نحكيو على تعدد الزوجات؟ لا هو مش لا هو تجوز هو خليك عملت تعدد الزوجات عملت بين البز وتعديت. انا جايب لا عاد انت هكا عملت نسحبك في الاوف. انا قلت هذا لا تعدي فيها. لا لا قلت لك الناس في السر ليسوا كالناس في العلن. فضحنا روحنا في السر كيف كيف. يا مريم الكلكم متفقين مع نزار متفقين فيه في حكايه الخيانه الزوجيه. نفهم الموضوع. شوف باش تبدا الامور واضحه وباش نكون انت ضربت بالباز نتاع تعدد الزوجات على خاطر نزار الشعري باش نكون صريح معاك. المهذب اللطيف الصحافي اللي العباد كل تحبه اللي تونس كل تحبه هذه سي لا فيريتي نزار. شوف انا اليوم بعد اذنك نوفل انا ما جيتش باش نحكي لا في تعدد الزوجات لا في التصحيب لا باش لكن انا اليوم تاكدت انه الموضوع مهم وانه الموضوع ذو شجون وانه العباد مش تحكي فيه وانه مش تحكي فيه الراي والراي المخالف وهذا حسب رايي هو نوع من العصف الذهني لكن مش هذا الموضوع اللي جيت على خاطره. أيوة. انا جاي باش نعطيك سكوب نوفل في اول حلقه من لباس. يعطيك الصحه. اللي هو انت كيفاش قدمتني في اول الحلقه رئيس حركه قرطاج الجديده. انا اليوم جيت باش نقول لكل الناس اللي تشاهد فينا انه اليوم وفي المباشر ساستقيل من رئاسه حركه قرطاج الجديده اللي هي حركه مدنيه، وستقيل من كل ما هو عمل مدني
لأتفرغ للعمل السياسي وسأقدم نفسي من الآن بشكل فاعل وبشكل رسمي للترشح لرئاسة الجمهورية في الاستحقاقات الرئاسية القادمة. وهذايا اللي جيت على خاطر اليوم اللباس، أنا اليوم مرشح رسمي للاستحقاقات الرئاسية القادمة بعد ما تخليت رسميا على كل ما هو عمل مدني. باش نحكيه فيه هذا خبر جديد ويهم برشا ناس الخبر الجديد هذا، وباش نحكيه فيه توا لأن الشعب التونسي السلام عليكم. نعم في هذه البداية مرحبا السلام أهلا هذه العريضة تحية إلى الشعب التونسي في البداية قبلة على جبيني هذا الشعب. سيد رئيس تفضل هنا أقرب. أي قبلة على جبيني الشعب في بداية مبروك هذا الأستوديو. يبارك فيك. أريد أن أسلم على الضيوف مريم بن مامي. أريد أن أسلم عليك أحلى يا شفتها في حياتي. شكرا لك. أريد أيضا أن أسلم على الأستاذ الماطرس ميدا أو ما يعرف بالمطران. وأريد أن تمطر هذا البرنامج بقبولاتك وقنابلك المدوية. شكرا سيد رئيس. هذا الشاب نزار الشعري هذا اللي لا أريد أن أسلم على هذا الشاب الديجيتال ماركتينج. ولدي سؤال، كيف أقضي على الفاسدين في 5 أيام؟ باش تقضي على الفاسدين سهلة برشا. سهل برشا. أجبني على التيك توك. مرحبا. هذا نزار الشعري سمعت من يريد أن يترشح للرئاسية. لا هذا مع تفعيل قانون 4 زوجات. أتعلم لماذا؟ لماذا؟ ليربح 4 أصوات. شوفوا هذا يقلدني أينما ذهبت. دخلت للمقاهي، ذهب للمقاهي، زرت الأرياف، زار الأرياف. أي تسكس بحذيف المنيل. ما ينجمش يسكن كرهبته ما تحبش الكياسات الخايبة. نعم شنو ينقصه باش يترشح؟ علي ما يترشح هذا لو يترشح إلى رئاسة الجمهورية. يعني تعرف شنو يعمل هذا؟ شنو يعمل كي ترشح رئاسة الجمهورية؟ يعني يعمل برنامج انتخابي يجيب فيه كرونيكوزات يعني. والاجتماع الوزاري تعرفوا يعملوا في البليونير. يعني في البليونير. نعم في البليونير. وحاجة أخرى، لو كان تكتب الدستور يكتبوا في شكل صور عليه عارضات أزياء هزين الفصول فصلا فصلا هزين الفصول. والله يبي التوينس ياسر مشغولين بالحاجات المقطوعة وبالدنيا، يعني فيق بينا نعم. ولا لا؟ السكر غير موجود. نعم السكر غير موجود. كيف تتحدث عن السكر غير موجود وأنت بجانبك قارورة عسل؟ سيماتري لا مريم هي العسل. أي ونزار. نزار شنو؟ مريم هي العسل ونزار هو القارورة. أما برشا حاجات ما عادش سيد رئيس زين متفدليك، برشا حاجات ما عادش موجودة اليوم. أريد أن أذكر الشعب التونسي أن السكر غير موجود، الحليب غير موجود، البنزين غير موجود. نسيتم كل هذا ونسيتم أن الغنوشي غير موجود، الحين غير موجود، طبال غير موجود. نجيب الشابي نجيب الشابي قال أنه سيقاطع الانتخابات. نجيب الشابي أي كي قاطع نجيب الشابي الانتخابات أشكون بشي الأخراني. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. باش تقطعوا برشا حاجاتك المضروبين وكذا بالحق، مثلا المكياج هذاك ما عادش باش يتباع في تونس. المكياج سينقطع، لا وجود لمكياج. سنصبح كلنا في نفس نفس يعني كطوابع السكر. نعم تحية الخولة سليماني. سيد رئيس باش نختموا، هل صحيح انك قاعد تتعرض لبرشا حملات فيسبوكية وكذا وناس تسب فيك، ناس مأجورة قاعدة تسب فيك؟ أريد أن أقسم بالله العلي العظيم، أقسم بالله سأتبعكم فوق الأرض وتحت الأرض وبجانب الأرض وبالشيرة الأخرى بجانب الأرض وعلى الأرض.
يقومون ببروفيلات وهمية. وأنا أعرف بروفيل وهمي بعث لي صداقة هذه الأيام. وعرفته أن جوهر بن مبارك. كيف عرفته جوهر بن مبارك؟ مكتوب على البروفيل جوجو إب الغنوش. وفي الأسفل هناك شعار مكتوب عليه جي مع بلوس ان نقطتين ا بي تي. الجي هي جوهر والان هو نوردين البحيري و ا بي تي هي امور بور تجور. امور من مش بور تجور. تحية لوليد الزين. سؤالي ليك اللي باش تجاوبني عليه بعد الفاصل، هل جات الموافقه لنزار الشعري من دول، من قوى، من مخابرات؟ فازي ترشح انت هو الرئيس القادم. نجيبكم بعد الفاصل.